اليوم صحه. اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام، اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينيرني إظلامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة بوشبان التعليمية، مرحبا بكم في هذا البرنامج الأساليب المعتمدة. لازلنا نتحدث عن الأساليب الخاصة بالجمل، بمعنى أنه في الامتحان الجهوي يطلب منا استخراج جملة تحتوي على هذا الأسلوب. الأسلوب الذي سأتحدث عنه الآن وهو الحجج اللغوية. ما المقصود بالحجج اللغوية؟ الحجج اللغوية بمعنى أنها حجج لديها علاقة بعلوم اللغة، علوم اللغة بمعنى درس اللغوي، والتي رأيتموها في المستوى السابق في المستوى الجدع المشترك، وهو الجمل الخبرية والإنشائية. الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. الجمل الخبرية هي التي يحتمل مضمونها الصدق أو الكذب، بمعنى إذا قلنا مثلا محمد جاء، فيمكن أن تقول لي نعم أنت صادق لقد جاء، وقد تقول لا لم يأتي. وهذه الجمل الخبرية تنقسم إلى ثلاثة أنواع. إذا كان الشخص خالي الذهن من تلك المعلومة، من ذلك الخبر، فنحن نلقي له الخبر بدون مؤكدات ونقول محمد جاء. أما إذا كان الشخص شاك، بمعنى أن لديه شك من تلك المعلومة، من ذلك الخبر، فأنت تلقي له الخبر بمؤكد واحد وتقول إن محمدا جاء، في حين إذا كان الشخص الذي ستلقي له الخبر كان منكرا وجاحدا، فأنت تلقي له الخبر بمؤكدين أو أكثر. نفس الجملة نقول والله إن محمدا لجاء، والمؤكدات التي توجد في هذه الجملة التي هي والله، مؤكدات هي والله وإن، كما تعرفون أن إن وأن حرف توكيد، إن واللام التي توجد في لجاء، والله إن محمدا لجاء. إذن هذه هي أضرب الخبر، هي أنواع الخبر. إذن الجمل الخبرية هي التي يحتمل مضمونها الصدق أو الكذب. وظيفة هذه الجمل، هذه الجمل إذا كانت طاغية في النص، بمعنى الجمل طاغية في النص هي جمل خبرية، الوظيفة هي تبيان أهمية الموضوع، بمعنى أن الشخص الذي كتب النص ليس لديه وقت كاف لكي يجعل فيها بعض الجمل التي تحسن وتزيد في جمالية هذا النص. لماذا؟ لأن الموضوع مهم جدا ومستعجل، يجب أن نعالجه بصفة أو بطريقة سريعة. لذلك كتب الكاتب نصه واعتمد الجمل الخبرية فقط. إذا تبيان أهمية الموضوع وجدية الكاتب في معالجة هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.